السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم اخوتي واعزائي، واهلا ومرحبا بكم في قناة تعلم العود. هي اول قناة عراقية لتعلم العود والطرب العربي وايضا قراءة النوتة الموسيقية والمقامات. وأرحب بكم، معكم زياد هادي الأستاذ في معهد دراسات الموسيقية العراقي، أستاذ آلة العود والنظريات. أشرب بكم، وممكن أنه تطلعون على بقية الفيديوهات الخاصة بالمقامات والإيقاعات وأيضا القطع الموسيقية من خلال تذهبون في خانة الفيديوهات في القناة وستجدون ما هو مناسب لكم. أرحب بكم اليوم، وأحب أن أؤكد على الدورات الموسيقية، اشتراكها شهريا 8 محاضرات، وممكن تتصلون حتى تعرفون التفاصيل الأخرى عن طريق رقم الواتساب اللي موجود في صندوق الوصف. اليوم احنا عندنا مقام الحجاز، راح نشوفه أمامكم بالورقة. مقام الحجاز اللي ناخذ عليه أغنية فوق النخل فوق، أو فوق النخل، يعني يوجد لدينا حبيب في الأعلى، وهي أغنية عراقية من التراث العراقي. إيقاع الوحدة اللي هو يصير عندك شبيه بالمقسوم تقريبا، لكنه يكون أبطأ، فيصبح عندك دليل السلم دائما سي بيمول مي بيمول فاديس عرضي، هذا هو دليل مقام الحجاز اللي يكون على الري. طبعا هو بادي من السي، لكن خاتم القطعة الموسيقية بالري. فنبدي نقراها بطيء لكم. سي لا لا صل صل فا فا لا صل صل فا فا ممي صل فا فا ممي رر صل صل مي فا صل، هذا القوس عادة. سي لا لا صل صل فا فا لا صل صل فا فا ممي صل فا فا ممي رر صل صل مي فا صل. هنا يبدأ الغناء. اس ري صل 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 فا صل لا صل صل فا صل لا سي لا صل لا صل فا مي فا صل فا مي ري اس ري صل 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 فا صل لا صل صل فا صل لا سي لا صل لا صل فا مي فا صل فا مي ري اس لا صل فا من مي ري مي، لأن هذا بلانش نطول بي مي لا صل صل فا فا مي مي ري ري مي فا صل لا فا صل لا صل صل فا فا مي مي ري ري مي فا صل لا فا صل. وهي علامة السينيو، يعني بمعنات نذهب إلى المقدمة في البداية ونعيد المقدمة. سي لا لا صل صل فا فا لا صل صل فا فا ممي صل فا فا ممي ر ر صل صل مي فا صل، وهكذا تكون المقدمة الموسيقية لفوق النخل فوق. لذلك الآن راح نعزفها بالعود، بآلة العود، حتى تكون لكم واضحة، وراح أعزفها جدا بطيء. Thank you.
فهذه هي أغنية فوق النخل فوق، وأنا حبيت ما أسوي بها زغارف أكثر حتى ليكون عندنا تكرار أكثر في الموضوع، لأن هو وراها أسلوب. تعرفون قطعة الموسيقية أزفنا لكم إياها للمبتدئين للتعلم، ومن ثم يوجد فيها صيغة الأسلوب. أتمنى الاشتراك في القناة، واللي يحب يشترك في الدورات الموسيقية لتعلم العود أنا حاضر وفق منهاج أكاديمي وقراءة النوطة، ومن ثم الاطلاع على الإيقاعات، تعلم الإيقاعات وتعلم المقامات وأنواع الريشة بآلة العود. تحياتي لكم، ولا تنسونا باللايك والاشتراك، ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.